بعد سنوات من دراسة الهندسة انتهى المآل بأحمد إلى كشك لبيع القهوة على شاطئ غزة. طرق أحمد أبوابا عديدة بحثا عن عمل، فلم يجد حيلة سوى فتح هذا الكشك الصغير. فكرت بهذا المشروع لأنه أول شغلة أنا مش ملاقي شغل في مجالي، قلة فرص العمل في مجالي في غزة. تاني شغلة عندي مسؤوليات، أهلي في البيت، يعني في مصاريف عندي بصرف على أخواتي. أنا إذا صح لي أهاجر من هذا البلد راح أهاجر. السبب أول شغلة ما فيش فرص عمل، يعني إحنا بنحكي عن فرص العمل، تأمين مستقبل. أنا يعني عمره 26 سنة، كيف راح أأمن مستقبلي وكتيش راح أأمنه بعد 30 سنة؟ إن شاء الله إن شاء الله غزة بتتحسن وبرجع لها أنا بعد ما أجي من السفر. خيار الهجرة بدا مسيطرا على تفكير كثير من طلبة الجامعات في القطاع، مع تراجع ثقة معظمهم في الحصول على فرصة عمل بعد التخرج. غامض جدا المستقبل عندنا، فيش يعني مش واثقين من أي فرصة عمل في المستقبل. حنصوف ونطفي زي باقي الطلاب الخريجين. باقي لي فصل واحد ومخلص، لكن ايش بعد الفصل؟ بدي احط، بدي لازق الشهاده في الدار واقعد واحط راسي وانام، لان فيش لا وظيفه ولا شيء. في غزه يتخرج سنويا نحو 18,000 طالب وفق وزاره التعليم، لكن الوزاره تحفظت على ذكر الرقم الذي وصل اليه عدد الخريجين في السنوات الاخيره، مع تقديرات تتحدث عن عدد يربو على 70,000، مع صعوبة توفير الحلول. نحن نؤمن أننا لن نتمكن من حل المشكلة جذريا، وهذه المشكلة ليست لوزارة التربية والتعليم العالي، هي مشكلة عامة. نحتاج إلى دعم الحكومة، نحتاج إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، نحتاج إلى دعم الدول العربية، نحتاج إلى فتح السوق العربي. في سنوات الخير التي كانت سابقا وهذه السنوات أيضا سنوات خير، كنا نعاني من بطالة، لكن السوق العربي قصم ظهرها. ومما يفاقم الأزمة إغلاق السلطة الفلسطينية باب التوظيف في غزة منذ عام 2007 على خلفية الانقسام بين الضفة والقطاع. لا يتوقف عداد الخريجين عن الاستمرار في التزايد، ولا تتوقف فرص العمل عن الشح والندرة. مشكلة تفاقمها الظروف السياسية، لتتيها في تفاصيلها طموحات الشباب أو تنتهي بالعديد منهم عند بوابات مدينتهم المغلقة منذ سنوات بفعل الحصار. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.